ريت نزود كراسي لان في ناس كتيره في السكه جايه. طب حضرتك نكتب اللي عايز حاجه، نكتب الحاجات في ورقه. الخارجيه الاسبق السفير محمد العرابي فليتفضل. كسياسيين او كشخصيات عامه، ولكن انا بقول ان ده اقل شيء نعمله. اننا مستعدين ان احنا نقدم الغالي والرخيص من اجل هذا البلد، والبلد ديت لازم تكون فعلا بتسير الى الامام وتتقدم للامام. اعتقد ان المنظومه اللي احنا شفناها في اجتماعات شرم الشيخ منذ ايام هي دي مصر الحقيقيه، مصر اللي عادت الى مصريتها، مصر المتكاتفه. كلنا كنا هناك في سفينه واحده. القضاء مش عايزين ازدواجيه معايير، مش عايزين ناس تطلع تعمل نفسها ان هي مع الجيش ومن الناحيه الثانيه بتخبط في الشرطه وبتهد فيها والشرطه بتتعافى. ما يبقاش راجل ماشي برجل واحده وانا اقوم مخبط فيه وخبطه يمين وشمال واصطاد اخطاء. عايزه اقول كمان في مقتل الراحله شيماء الصباغ، عشان دي قضيه حساسه جدا، يعني الصحافه عرضتها بشكل وكان خلاص تم اصدار الحكم على قاتل شيماء الصباغ. لا، القضيه لسه قيد التحقيق، مش عايزين نسبق الاحداث، بس دي ايضا من اساليب الاعلام في ان هي تقوم الدنيا على الشرطه تاني، وده مش من مصلحه مصر. انا شخصيا ما يهمنيش اي حاجه غير مصر، قصاد عيني هي مصر، واي حد بيقف مع البلد دي وبيساندها انا هقف معاه وهسانده. فانا ضد اي حد يدعي انه مع الجيش وانه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وقاعد يخبط في الداخليه. الشهيد رمضان، الشهيد احمد رمضان علي. تحيه كبيره لام عبد الرحمن اللي سبح للجنه. عبد السلام صبيح، وسعنا عشان الناس تشوفه. ممكن وسعنا هنا عشان الناس تشوفه. عبد الله احمد عبد المولى جاد، اسره الشهيد عبد الله احمد عبد المولى جاد هناك.